عقبى الجزار أو عقبى الحلاق، يطلق على زبائنه بالضحايا، صاحب التسريحات الغريبة. كل هذه العبارات وأكثر يطلقها الناس في مواقع التواصل الاجتماعي على عقبى. فمن هو عقبى؟ وما سبب شهرته الغريبة؟ كل هذا وأكثر سترونه في هذا الفيديو. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله، لنبدأ الفيديو. في محل متواضع وبأدوات بسيطة، بدأ عقبى سمون أن يتبع حلمه في أن ينشئ محلا للحلاقة. وبعدها بدأ عقبى في إنشاء حساب على التيك توك. هنا بدأت مرحلة تغيير كبيرة في حياة عقبى، في أن يخرج من محله المتواضع وأن ينشهر في كامل الجزائر بأشهر حلاق بعد الحلاق هيثم، الذي كان له دور كبير في شهرة عقبة. عقبة هو شاب جزائري في مقتبل العمر، وهو حلاق هاوي تعرض للسخرية من طرف فئة من الناس بسبب قلة معرفته وإتقانه للحلاقة في محله المتواضع، حيث وقعت له صدمة نفسية وعقدة شديدة. أصبح يعاني من الاكتئاب والخجل بسبب الانتقادات الجارحة التي تلقاها، ومع ذلك وصل عقبى إنشاء فيديوهات بهاتفه المتواضع بأدواته القديمة، وهذا بسبب أن حالته المادية محدودة. لكن الشيء الجميل والرائع أنه يوم أمس تم تكريمه من طرف الحلاق هيثم، الذي تم تصنيفه كأفضل حلاق محترف في الجزائر. أخذه معه إلى صالونه العصري الخاص بالحلاقة، ووعده بأن يعلمه فن الحلاقة عن طريق دورات تدريبية وتكوينية خاصة، من أجل أن يرفع من معنوياته الحزينة. الحلاق الهاوي عقبة كان سعيد جدا بهذا التكريم الطيب الذي زاد من معنوياته، فرغم صغر سنه إلا أنه نجيب يواصل طموحه برغبة كبيرة تحذوها عزيمة فولاذية. فيطمح عقبة إلى فتح صالون عصري تتوفر فيه كل شروط الحلاقة العصرية، وموقف هيثم هو موقف تشجيعي وجميل لرفع من معنوياته. وحسب فيديو الذي ظهر فيه الحلاق الهاوي عقبة، تم إعطاؤه هدية فاخرة على شكل ذهب يقدر ثمنها ب500 مليون، هذا حسب ما ذكره في الفيديو. وفي الأخير نقول للأشخاص الذين يتنمرون على هذا الحلاق المتواضع: اتركوا العباد لرب العباد.